الرابطة هتبدأ بكرة وفي 3 لقاءات، المجموعة الأولى إيسترن كومباني مع فيوتشر، والمصري مع المقصة، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري. دي ايه؟ توقعات انت عايز برضه. توقعات برضه؟ اسم الكامبي فيوتشر، فيوتشر طبعا الاول. مصري والمقص، مصري البيراميدز والاتحاد، بيراميدز. بيراميدز. كابتن اشرف متفق مع كابتن محمد يوسف؟ لا، الماتش الاولاني ممكن فيوتشر، التاني تعادل، تعادل بيراميدز والاتحاد. تعادل تعادل تعادل. خلي بالك في مدربين هتلعب بالفول تيم، يعني أيوة. في ماتشات هتبقى فول تيم، لا وممكن فرق اساسيه عادي مظبوط، وممكن يعني يعمل روتيشن، بس روتيشن بسيط، روتيشن على لعيبه هو عايز هيستخدمهم في الفتره صح. اللي بعد البطوله يعني. أيوة. في لعيبه مثلا عامله عمليات، في لعيبه مش من اول ماتش، ما كانش جاهز من اول ماتش، عنده عنده 7 ماتشات، كل فرقة خمس ماتشات، يعني خمس ممكن ماتشات. يعني خمس ماتشات، مش بس من خمس ماتشات من بدايه من بكره اللي هو كام بكره 12 12 يناير ل 30، دي هيبقى دور المجموعات كله، وبعدين يعني شهر 18 ستة يوم، شهر 6 نلعب بقى قبل النهائي والنهائي ان شاء الله. ان شاء الله. طب كاس مصر اللي فات ده ايه يا كابتن؟ خلاص يعني اتلغى خلاص، شكله مش رسمي؟ لا يعني طب لا، ما فيش حاجه رسمي. طب ما يقولوا يطلعوا يعني هيتلعب لسه. اتحاد الكوره لسه ماسك بعد الانتخابات جديد، يعني لسه ما فيش مواعيد اساسا يا كابتن. احنا عايزين نخلص الدوري والكاس بتاع يطلعوا يقولوا يا كابتن على طول احنا مش هيتلعب، لكن ما تبقاش عامل الامور تبقى عايمه كده، الناس مش عارفه ايه اللي انت في بطوله كاس السنه اللي فاتت. الكاس دلوقتي اللي هيتعمل القرعه بتاعته، ولا اتعملت؟ ما اعرفش اتعملت ولا ما اتعملتش. لا لا، الكاس حالي بدا، كاس بدا دور يعني كمان بدأ. ده لعبوا 4 5 ادوار تمهيديه. اللي هي بتاعت الفرقه اللي فرقه القسم الثاني والثالث والرابع. يعني اتلعب ولسه ما خلصش الكاس الجديد. طب وده ما ينفعش، انت ما ينفعش تبتدي مسابقه قبل ما تنهي مسابقه، يا اما تلغي. طيب عايز اسالك في حاجه برضه، هسال كابتن محمد يوسف. النهارده انا قلت خبر من شويه، نادي الفتح السعودي بيفوض كارتيرون لتدريبه خلال الفتره الحاليه، ونادي الفتح السعودي مستعد لدفع الشرط الجزائي 300,000 دولار. رايك ايه؟ شو رايك كارتيرون هيروح ولا هيستمر والله في الزمالك؟ والله ما اظنش ان يعني لو انا في مكانه لا ما امشيش من نادي الزمالك. نادي الزمالك اسم كبير جدا طبعا، وهو لقى نفسه مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، الا لو هو ليه راي تاني، لان هو برضو ساعات بيبقى ليه اراء مختلفه كده، ياخد بعضه ويمشي، والامور هتبقى صعبه جدا يعني. موسيماني تصريحاته اليومين اللي فاتوا قلب الدنيا شويه، رايك ايه؟ رايي ان هو لازم يخف التصريحات شويه. يعني دايما يا كريم مدرب النادي الاهلي بيقول لك انا ما فوجئت ان كهربا مشي وان الاداره هي اللي طلعته اعاره، انا ما جيت من السفر لقيته لا مش لا لا لا، هو مدرب النادي الاهلي لازم. هو قال كده. ايوه انا فاهم، بس انا بكلمك في ايه؟ انه لازم اكيد هيتعمل له قعده مع لجنه التخطيط ومع كابتن محمود الخطيب، لان مدرب النادي الاهلي لازم يبقى عنده حكمه وكلامه يبقى هو بيحلل بطوله افريقيا في احد القنوات، بس بيسالوه على الاهلي فبدا يتكلم تصريحات. انا بحلل في افريقيا، ماليش دعوه بناديه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انه قبل كده كان حصل برضو موضوع انه بيعمل تصريحات وبيعمل احاديث حوارات مع الاعلام في جنوب افريقيا. مدرب النادي الاهلي لازم يبقى عنده حكمه في تصريحاته وكلامه يبقى قليل بس.